واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثاني على التوالي عدوانها على مدينة جنين ومخيمها، ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى محيط مخيم جنين، وواصلت استهداف منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم بالصواريخ وإطلاق النار الكثيفة بعد إرغام المئات على ترك منازلهم تحت تهديد السلاح. وتواصل قوات الاحتلال شن حملة مداهمة واسعة للمنازل الواقعة على أطراف المخيم، فيما تشهد سماء مدينة جنين تحليقا مكثفا لطائرات الاحتلال خاصة الطائرات المسيرة.